السلام عليكم. في الفيديو ده هنشوف طريقة حل المسائل المتعلقة بالأكسيال لود. إيه الأكسيال لودز والأكسيال ستريسز؟ اللي هي الأحمال المحورية والإجهادات المحورية. طيب خلينا نبدأ الأول نشوف الرول قبل ما نحل الإكزامبل، ونشوف إزاي هنقدر نعوض في الرول ده. أول رول معانا اللي هو النورمال ستريس. تخيل معايا كده، لو احنا عندنا رد بالمنظر ده والرد ده متثبت في الجزء اللي تحت وعرضناه لقوة شد من فوق، قيمتها P، يبقى الرد متعرض ليه قوة P. فهنلاقي ان الفورس اتجاهها بالنسبة للسكشن هي perpendicular على السكشن، وبالنسبة للسنتر لاين بتاعي هي parallel للسنتر لاين بتاعي. فيبقى الفورس النورمال او الفورس الاكسيال او الجزء معايا الاكسيال forces هي بتبقى perpendicular على ال cross section area بتاعتي. جميل. طيب لو انا شفت ال cross section area بتاعتي اللي موجودة هنا، هتبقى عملت لها assumption مثلا وقلت انها اسمها area A. ال normal stress اللي بنعبر عنه بسيجما بيساوي الفورس اللي بتأثر على السكشن over الكروس سكشنال اريا للممبر بتاعي. تمام. يبقى الرول اللي عندي هو ده رول حساب النورمال ستريس نتيجة الاكسيال لود. تعال نشوف كل حاجة. يبقى السيجما بتاعتي هي النورمال stress due to الأكسيال لود اللي عندي. طيب بالنسبة لل P، ال P هي ال internal resultant force. يعني ايه؟ يعني هي الأحمال الداخلية اللي اتولدت نتيجة الأحمال الخارجية على القطاع بتاعي. ال area هي ال A، هي ال cross sectional area او مساحة القطاع للممبر اللي انا هحسب عنده. يعني لو انا عايز احسب عند السكشن اللي هنا، فلازم احسب له الانترنال فورسز اللي هتبقى موجودة هنا نتيجة الاحمال المحورية الموضوعة على العنصر، واقسمها على مساحة القطاع عند النقطة دي. تمام. طيب الشير او اسمها الافريج شير ستريس. ايه الافريج شير ستريس؟ تخيل معايا لو انا عندي ممبر بالمنظر ده كده. تمام. لو انا عندي بلوك ممبر بالمنظر ده كده وجت عليه فورس بالاتجاه ده، الفورس دي بالنسبة للكروس سكشنال اريا بتاعت او بالنسبه للقطاع بتاعي هي parallel للقطاع و perpendicular على السنتر لاين بتاعي. تمام. تعال نسمي الفورس اللي هتبقى بالاتجاه ده هي شير فورس، هي قوه القص او اللي هي المسؤول عن القطع، اللي هتقطع، اللي هي عايزه تقطع الممبر بتاعي. تمام. الشير فورس اللي موجود لو انا قطعت الممبر بتاعي فهي هتقطعه عند النقطة دي كده، المساحة اللي أنا عامل لها هاتشنج بالأحمر. تمام. هتفصله ليه جزئين. الرول اللي عندنا هنا بيقول التاو الأفريج، إيه التاو دي؟ بتعبر عن الأفريج شير ستريس بتاعنا، بتساوي الشير فورس اللي عندنا اللي هي الفورس على الاريا الكروس سكشنال اريا بتاعتنا.
اللي هي المساحة اللي هتقاوم الشير، المساحة اللي عايزة تمنع القطع، اللي هي مساحة القطاع نفسه هي اللي اتعرضت للقطع. يبقى تاني هي دي الـ internal resultant forces بس شير، ونفس الكلام ده مساحة القطاع بتاعي. طبعا الـ average shear stress average ليه؟ لأنها مش القيمة الحقيقية للشير فورس اللي موجودة على القطاع اللي هنا. في الأكواد بتاعة التصميم بيخلونا نحسب بالقانون ده للتسهيل، وبيبقى فيه جزء من الايرور في الحسابات بتاعتنا، فبنعوضه بفاكتور اوف سيفتي بيتاخد في حسب كود التصميم اللي احنا شغالين عليه. تمام؟ طيب،